انحسار المياه في البحر المتوسط واللي شافوه في لبنان، في مصر ايضا، في شمال سيناء، وصل للجزائر ايضا، في انحسار بمستويات ملحوظة للمياه. هل ده ايه بقى، كل اخدود مثلا، ولا ايه وضعه بالظبط في البحر؟ لا لا كلما تحركت كتل من القشره الارضيه كلما تغير التوازن كده ما بينها وما بين البحار او ساحل البحر، فالبحار الميه نفسها بتتجمع لانه حصلت حركه، فالحركه دي بتاخد ميه كده بتعليها في حته مكان وبعدين ترجعها تاني كويس. في لو كانت الزلزال ده قوي جدا ومهسر على جنب البحر خالص واثر عليه كليته وتماما، الموجه تبعد وتير وترجع تاني تبقى خطيره، لكن رجعت تاني يعني عليت في البحر المتوسط ورجعت تاني بس ليست بالخطوره اللي كان ممكن تكون لو كان الزلزال اكثر من كده. فلا يعني هذا ان هناك اخدود او فالق مثلا في البحر المتوسط نزلت فيه المياه، يعني ده تفسير لا لا بدائي لا على جدا. الاطلاق، لا 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 لا, لا. طيب، برضو شفنا وميض ازرق يعني كتير في سماواتنا، برضو شفناه في كذا عدد من الدول، منها الاسكندرية مثلا، شفنا وميض ازرق في السماء، بقيناش فاهمين، هل ده له اي علاقة بالزلزال يا دكتور؟ لا احنا ما عندنا بالنسبه من ناحيه الارض وناحيه الجيولوجيا ليس هناك اي علاقه ما بين الاثنين على الاطلاق. ربما في حاجات بتتاثر يعني في جويا، بس احنا من الناحيه العلميه والناحيه الجيولوجيه ليس هناك علاقه ما بين الاثنين على الاطلاق. الناس قاعدة يعني صح فيها اتفضل. يعني فيها يصح حاجات تانية بتحصل في نفس الوقت وارد، لكن ليس مش نتيجة الزلزال إن السماء بقت صفراء، لا. طيب.